السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه خاصه عن مديريه بلديات محافظه بغداد. هذه المديريه اللي تضم تحت امرتها وتحت خدماتها مجموعه كبيره من المناطق، ان كانت سكانيه وان كانت مساحات فارغه، وإلها خدماتها بالتأكيد. بعض الناس يشكون من عدم وجود خدمات، البعض الآخر الآن تنفسوا صعداء بوجود خدمات. كل هذه الملفات والخدمات أكيد راح نناقشها اليوم مع ضيف الحلقة، الأستاذ أحمد محمد تركي، المعاون الفني لمديرية بلديات محافظة بغداد. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ حازم. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا للاستضافة أستاذ. الله يحفظك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، جنابكم يا ريت تعطينا صورة كاملة عن مهام المديرية، اختصاصها، أي المناطق اللي هي مشمولة بالخدمات، حتى تكون صورة واضحة أمام المشاهدين اللي عنده اتصال، اللي عنده استفسار عن هذه المديريات. بالتأكيد راح يكون متواصل بشكل مباشر. مديرية بلديات محافظة بغداد هي أحد الدوائر الخدمية التابعة إلى محافظة بغداد. مديرية بلديات بغداد يعني تكون عدد المؤسسات البلدية التابعة لها هي أطراف بغداد اللي خارج حدود أمانة العاصمة، وتبلغ 16 بلدية وخمس أقضية اللي هي قضاء المحمودية وبلدياتها اللطيفية، اليوسفية، رشيد، المحمودية، وال قضاء المدائن اللي يشمل المدائن، جسر ديالة والنهروان والوحدة، وقضاء الزهور اللي هو الزهور والبلدية الراشدية، بالإضافة إلى قضاء أبو غريب اللي أبو غريب والنصر والسلام، أو القضاء شمال بغداد اللي قضاء التاجي والطارمية والمشاهدة والعبائشي. يعني هاي مو قليلة طبعا، هاي البلديات يعني شكل حلقي على محافظة بغداد هي مسؤوليتكم. طبعا هي أطراف بغداد وحدودها اللي خارج حدود المدينة، مدينة الحدود الإدارية للعاصمة، وتشمل هسه حاليا احنا حتى ملف الخدمات التنظيفات صار على عاتق البلديات خارج الحدود وداخل حدود البلدية. طبعا لكل بلدية اكو تصميم أساس واكو حدود بلدية، تكون البلدية تمارس أعمالها الخدمية، واللي طبعا المواطن اكيد اللي ما موضوع التنظيفات، مواضيع كثيره يعني اللي تخص البلديه، ممنوع موضوع اجازات البناء، وبالاضافه الى المشاريع الخدمات، البنيه التحتيه اللي مشاريع التبليط ومشاريع الارصفه، والاضافه الى الاشراف على الاملاك البلديه بكل بلديه. طبعا ممتاز جيد. نعم. يعني بعد ما تعرفنا على مهام عملكم استاذ احمد، يعني على هذا العمل، على هذه المجموعه من البلديات، طبعا هي ليست بالكيلومتر او كيلومترين بالتاكيد، مساحه كبيره جدا والمهام كبيره جدا في نفس الوقت، يعني هل تم رصد مبالغ او ميزانيه تكفي لتقديم الخدمات؟ يعني احنا نعرف هواي ناس تشكو من قله الخدمات ان كانت في داخل العاصمه بغداد او في خارج بغداد. طبعا استاذ حازم انت تعرف التخصيصات الماليه مربوطه ويا الموازنه. صح. الميزانيه العامه، والتخصيصات الماليه حتى من تجي يعني احنا مو عندنا مثلا خطه اللي هي مده خمس سنوات خمسية. او خمسيه او خطه لمحسوبه عشريه او اكثر. صح. احنا اليوم عندنا خطه لموازنه لسنه واحده، او الخطه واللي تجينا التخصيصات الماليه. طبعا احنا اكو مشاريع اللي المستقبليه كلها محددينها، اغلب المشاريع احنا عادين بيها كشوفات اللي هي موضوع التبليط، وارتباط طبعا موضوع الشوارع. احنا اليوم اطراف بغداد هي اليوم بنيه تحتيه من الصفر، يعني اليوم داخل العاصمه اكو مشروع مجاري ممكن اطوره، او اكو مشروع مثلا مي ممكن استبدله. هاي مناطق مستحدثه. احنا اليوم اطراف بغداد عندي مناطق اصلا ما مبلطه او يحتاج لها، زين يحتاج لها. انا حسب توجيهات وزاره التخطيط بتعليماتها انه ما يجوز التبليط للشوارع الا ما بعد اكمال البنيه التحتيه من اعمال مجاري واعمال ماء. ما بعد اعمال المجاري والماء ممكن عمل
الكير بالك الأرصفة والتبليط حوض الشارع. هاي منطقية طبعا. طبعا هذا كله يتطلب، يعني اليوم احنا هسه موضوعنا يتطلب مو بس تبليط، يتطلب هنا تخصيص مبالغ مالية للبنية التحتية. وتعرف البنية التحتية مال المجاري هي من يعني من يراد لها مبالغ كبيرة. هذه المبالغ يعني بالسنوات السابقة تخصصت لنا مبالغ اللي هي عدة بلديات مثل بلدية المحمودية، بلدية المدائن، بلدية جسر ديالة، رغم كان معاناة كبيرة للمواطن، لكن هسه حاليا تشوف اكو شوارع تبلطت، أرصفة، المظهر المدينة بدأ يظهر بشكل جيد، رغم اكو تحديات بالعمل، اكو تجاوزات، اكو اعمال، طبعا احنا اعمال التبليط لو تجع يعني كل 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 من ندخل باعمال تبليط لمدينه اول عقبه نواجهها هي التجاوزات. صح. اليوم انا اذا شارع بيتجاوز، يعني احنا يعني بلديات عندنا لقينا من نجي بحوض الشارع نلقى واحد ناصب مولده. يعني تعرف هاي تجاوزات والتجاوز على تهديد مثلا؟ طبعا يعني احنا مهندسين، تعرف احنا كوادر هندسيه وبالاضافه الى عندنا الشعب القانونيه، فتعمل مشتركه توجيه انذارات عن طريق الوحدات الاداريه ورفع دعوه. احنا يعني وصلنا الى رفع دعاوي على المتجاوزين، وكل هذا في سبيل خدمه بالاضافه الى يعني مرات احنا تدخلات شخصيه من السيد مدير بلديات السيد ياسر القريشي والسيد السيد المحافظ بغداد السيد محمد جابر العطا، فنحاول نحل هاي التجاوزات في سبيل مشاريعنا تكون تكمل، وضمن طبعا احنا كل الاعمال تكون ضمن مدد محدده يعني. تمام. فهذا كله ان شاء الله. هسه احنا تكلمنا على موضوع اللي كامله البنيه التحتيه. من النسب ايش قد عندكم نسب مثلا مناطق سكنيه يعني وردتوا لها خدمات، قدمتوا لها خدمات ومن ثم التبليط، من عندكم يعني انجزتوها بهذه الفتره بنسبه 100%؟ يعني استاذ لو اريد ان نقسم الخدمات اللي تقدمها البلدية اللي هي ما بعد البنية التحتية، اليوم أنا من أبلط الشوارع تتخصص مبالغ من محافظة بغداد، تقديم الخدمات التنظيفات. طبعا خدمات التنظيفات تشمل المناطق المخدومة بالتبليط والمناطق الغير مخدومة بالتبليط. عندنا المشاكل اللي هسه نعاني منها الأطراف بغداد، وطبعا المواطن اللي هي ناحيه الوحده، ناحيه النهروان، قضاء ابو غريب، ناحيه النصر والسلام، بالاضافه الى اطراف التاجي او سبع البور، يعني هاي اللي بعدها ما واصلت لها الخدمات. صح. بالاضافه الى الطارميه، بس اكو مشاكل. اكو عندنا اليوم عده بلديات او داخل حدود تصميم اكو اعمال مجاري. طبعا احنا نتواكب ويا اعمال المجاري ويا دائره مي بغداد، دائره مجاري بغداد، اللي يكمل البنيه التحتيه نبدي نبلش برفع. عندكم نسبه محدده مثلا لو الا تكمل كل المنطقه؟ لازم تكمل المنطقه كلها، يلا نقدر احنا نبلط. يعني هسه اكو حلول من السيد محافظ بغداد اللي هي خصصنا عده شوارع رئيسيه، خلينا نسميها حلول للمواطن، يعني شوارع رئيسيه صار تنسيق بيننا وبين بتوجيه السيد المحافظ، اكو تنسيق في سبيل اكمال اعمال المجاري للشوارع الرئيسيه مثل ما سوينا بابو غريب، مثل ما سوينا بعده مناطق، اكمال الشوارع الرئيسيه لغرض بس تبليط، لغرض يعني مد الباب الرئيسي وتفاصيله، تسهيل يعني مرور المواطن. انا اليوم المواطن من يطلع من البيت يعني شارع مالته، لكن الشارع الرئيسي صح مشكله كبيره يعني. هسه انتم مطمئنين طبعا لان الشتاء ما عندنا به مطر. لا فاجئك طبعا. نعم. ولو عندي في فد اثر سلبي على لا بالتاكيد على الواقع العراقي، على الزراعه، على هذا الجفاف بالماء قريب على نهر دجله. ابو المجاري والبلديات استفاد من هاي. ما لكم التوفيق ان شاء الله. اذا اكو مناطق هواي ضررت يعني. نعم. صح احنا بدنا نحكي على قضيه التجاوزات واللي هي اكبر عائق امامكم. نعم. لتقديم الخدمات يعني. استاذ احمد، المناطق اللي اصلا ما بيها خدمات، من هي المناطق اللي عندكم؟ يعني احنا مو استاذ، احنا كخدمات تنظيفات احنا شاملين كل المناطق، اطراف بغداد اللي هي بلديات العائد داخل حدود تصميم
والخارج، حتى الخارج التصنيع. الخارج احنا كان توجيه من السيد المحافظ بغداد استحداث شعبه اللي هي شعبه خارج الحدود. هاي خارج الحدود اللي مسؤوله عن تنظيفات، بس طبعا هم يعني مو التخصيصات الماليه اللي الكافيه لشمولها كلها، لكن يعني اكو حاجه ملحه للشوارع الرئيسيه اللي خارج حدود البلديه. زي. احنا حسب يعني البلديه تعمل بقوانين وتعليمات اللي هي تخص انه اعمال التنظيفات تكون داخل حدود البلديه، تكون اصدار اجازات البناء داخل البناء داخل حدود البلديه، تنظيم عمل الاراضي عفوا الاراضي المناطق الخضراء، مناطق الخدمات كلها داخل حدود البلديه. لكن صارت انها حاجه ملحه انه نوفر خدمه تنظيفات، وهي الخدمه اللي ملحه للمواطن خارج حدود، وصار بها تشكيل شعبه داخل بلديات بغداد، ارتباطها بلديات بغداد تكون مسؤوله عن تنظيف المناطق خارج حدود بكشوفات معينه يعني للمناطق، وكان اكو يعني بها اثر ايجابي طبعا. لان استاذ اليوم احنا نقول بلديه وداخل حدود تصميم، لكن تطلع خارج حدود مثلا منطقه معينه تشوف هي قريه كانت لكن هي صارت مدينه. صحيح. تدخل مدينه وبها اسواق وبها شوارع. صحيح. وصارت تجمعات سكانيه. صحيح. احنا نسميها يعني خلينا نقول له هي بدون اجازه بناء بدون تصميم، لكن هي واقع حال اليوم لازم تقدم لها خدمه. يعني هذا سؤالي، اكو هناك من تجاوز على الارض الحكوميه. نعم. شنو البدائل؟ يعني لكم نيه بانه ترحيل الناس وتقديم لهم بديل لو يبقى واقع حال؟ مو هذا المشكله احنا تحدثنا به بحلقه قبل فتره، بانه هذا راح يصير يفتح شهيه الناس. اول الحلقه السابقه كان مقام نعم. الزوراء نعم. حضروا يعني هنا السيد نعم. فتحدثنا به، وهذا راح يفتح شهيه الاخرين بالتوسع في الاراضي اللي هي تابعه للحكومه. شنو البديل انتم كحكومه يعني نعم. هسه انتم جزء من حكومه نعم. مركزيه نعم. ايش راح تسوون بدائل؟ جبتوا لكم بديل سكن لهذه العوائل لو راح يبقى واقع حال ومن ثم يتوسع؟ موضوع التوسع خارج حدود التصميم وايجاد المدن الجديده، طبعا هسه توجه خلينا نقول تعليمات الامانه العامه لمجلس الوزراء والتعليمات اللي تردنا عن طريق وزاره الاسكان والبلديات العامه، انه ايجاد مدن جديده. اليوم اني من اتوسع خارج حدود التصميم البلديه المجاوره او المحادده للتصميم البلديه اغلبها عشوائيات. صحيح. يعني اكو فتره استغلها خلينا نقول اصحاب الاراضي الزراعيه. اليوم اني قريبه على المدينه، عندي ارض زراعيه اقسمها وفترات معينه طبعا. صحيح. اقسمها وكانت بعيده عن البلديه او كانت ما داخله حدود التصميم. احنا 2013-14 كان اكو توسع لحدود البلديات اطراف بغداد، توسعنا. وين توسعنا؟ اللي المجاوره حدود التصميم. لكن احنا واجهتنا عقبات اللي هو انه اكو عشوائيات، هاي العشوائيات يراد لها اعاده تصميم، يراد لها اكو اللي الاراضي اللي بيها اكو مشاريع، اكو انابيب، اكو مشاريع زراعيه. صحيح. يعني اليوم احنا اكو اراضي زراعيه، اكو لحد الان اراضي داخل حدود التصميم لكن بنفس الوقت هي بها عقود زراعيه ويا وزاره الزراعه. اليوم العقد الزراعي انا من اجي دخل حدود التصميم لكن هو بيه عقد زراعي. ابو الزراعه اذا يجدد له العقد مالته الطرف الاول زين، انا زين شو استفاديت منها؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه هي دخلت، احنا نقول دخلت حدود التصميم البلديه، دخلت حدود البلدية، لكن هل استملكتها البلدية؟ أستاذ اليوم كل مدينة الشارع ملك البلدية. صحيح. الأرض ملك البلدية، الأراضي اللي تابعة للبلدية أقدر أسوي بها مشاريع خدمية. الشارع من صار ملك البلدية أنا أقدر أسوي بيه، أقدر أسوي بيه بنية تحتية، أقدر أسوي بيه تبليط الشارع، رصف الطريق. إذا الشارع ما استملكته وباقي ضمن عقارات الدولة أنا ما أقدر. فهاي عندنا مشكلة اني ولو نتحدث ان شاء الله فقرة ثانية على الاملاك البلدية وعقارات ان شاء الله. ان شاء الله. قضية الاليات عندكم اليات؟ طبعا بلديات بغداد عندنا الاليات التخصصية، اليات اللي تشمل اليات الداخل، اليات النظافة، واليات اللي تدخل ضمن
ضمن التخصصية، ضمن أعمال التبليط، منها فارشات الإسفلت، منها الـ الـ أنواع اللوريات، القلابات، أنواع الشفلات، الجريدر، عدة أنواع متخصصة. البلديات بغداد عندها أكثر من 1200 آلية تعمل بأطراف بغداد. عندنا ما يقارب تقريبا 240 كابسة نظافة يومية تطلع للعمل. جميل. مزودة طبعا، كان مشروع بإشراف السيد المحافظ وأستاذ ياسر القريشي مدير بلديات بغداد، وتعاون المنظمات يعني كان اكو ربط هذه الكابسات النظافه بالجي بي اس باجهزه الجي بي اس، اجهزه المتابعه، نعرف اليوم وين اليتنا تشتغل، عدد ساعات العمل، رسمنا مسارات طبعا ويا اقسام ويا شعب. عندنا شعبه الجي اي اس، شعبه تنظيم المدن، قسمنا المناطق الى مناطق الاقسام، اقسام الاحياء السكنيه، كل اليه خصصنا لها، كل حسب طبعا حسب عدد السكان. اكو دراسه معينه صارت لكل مؤسساتنا البلديه، والمشروع طبعا نجح، وكان حتى يعني بعض المحافظات اخذت بمشروعنا والتجربه ونجحت. جميل. نعم. هذا راح يهينا على سؤال اخر تحدثت يمكن قبل دخولنا الاستوديو. هناك معمل، هذا اللي خلاكم تسوون معمل تدوير نفايات؟ طبعا اليوم هو ملف التنظيفات ملف كبير، يعني ملف اللي والدول العالم كلها تاخذ على اساس انه هو مو بس يعني هو مجرد انت ترفع النفايات، العفو، من ترفع النفايات وين توديها؟ اليوم انا عندي مراحل، هي مراحل المواطن من يفرز النفايات، عملية الجمع، عملية النقل، زين من انقلها وين اوديها؟ اليوم لازم عندي انقلها، لازم افرزها، لان تعرف النفايات عند الدول ثروه، يعني تمام، يعني بيها اكو مواد اوليه اللي هي مثلا الالمنيوم، المواد البلاستيك بانواعها، صح، مواد اخرى ثانيه، الخشب، الكرتون، هذه كلها احنا سوينا تجربه. طبعا هي هذا مشروع كان مشروع ناجح. بال 2007 محافظة بغداد خصصت مبالغ لإنشاء معمل فرز وطمر النفايات في قضاء المحمودية. عفوا يعني هسه هذا يعني ولو مقاطعة، نعم، في بغداد معامل كبس النفايات، نعم، يعني اكو فارق بيناتهم؟ نعم نعم، اليوم كبس النفايات النفايات تعرف النفايات تجيك يعني ما مضغوطة، صحيح، هم هنا يكبسوها، فيكبسها يخليها بحاويه، صحيح، طبعا 35 مكعب، هاي تدخل وتروح وين؟ للمكانات المطامر. طبعا اغلب لحد الان مطامر صحيه الوحيده اللي مطمر عندنا ببغداد هو معمل فرز النفايات في قضاء المحموديه. هذا عندنا ثلاث خلايا، طاقه الاستيعابيه 200 طن باليوم، يستقبل قضاء المحموديه، واكو تنسيق بيننا وبين امانه بغداد، هم طلبت من عندنا بلديه الدوره انه على انه يكون نفايات لانه هو قريب عليها. هذا صارت اعاده هندسه لاداره المعمل وباشراف لجنه مركزيه بلديات بغداد وسيد المحافظ، وحاليا احنا اكو انتاج للمواد المفرزه. هذا الانتاج طبعا تنكبس بالات مثل الالمنيوم، تنكبس تصير على شكل تتوزن وتنجرد، تدخل مخزن بلوكات وتنباع باسعار محدده للمزايده، مزايده معينه، مزايده علنيه، وتنباع، وهذا كل يزيد واردات البلديه ونستخدمه في مجال الوقود ومجال تشغيل العمل ومجال يطور عمل البلديه. يعني احسن ما تحرقوها. هو الحرق اصلا هو مو يعني مخالف للتعليمات، يعني امانه تعال استاذ احمد وشاهد بغداد، نعم، بالليل، نعم، معمل كبس النفايات اللي موجود بالبلديات ولا بالحبيبيه، من تجي تشوف بس الدخان والرائحه الكريهه انه بالرياح تذهب باتجاه المنازل، اكيد، وهذه طامه كبرى، نعم، وهذه المعامل يعني اعتقد وقتها صار تعاقد العراق في المانيا، نعم، فاجت من المانيا 11 معمل يمكن على ما اتذكر، نعم، في زمن امانه بغداد، نعم، صابر العيساوي، بصراحه من كانت من
يعني حتى خاف تزعلون انتم يا مسؤولين بالوزاره او بالمديريات البلديه، كان من افشل المعامل يعني. يعني ما اعرف اذا هو المعمل صحيح، فكانت الادوات اللي تعمل على المعمل مخرجاتها غير صحيحه. معمل قصدك الكبس، كبس النفايات، كبس النفايات يتم حرقهم. استاذ العفو، كبس هي مرحله كبس النفايات، اليوم احنا عندنا مراحل يعني المتخصص بالعمل. اليوم مرحله كبس النفايات هي مرحله لنقل النفايات من المحطه الثانويه الى المحطه الرئيسيه. صح. المحطه الرئيسيه طبعا نقصد بها تكون لازم تكون مطمر. يعني اليوم انا ليش اقول لك تجربه ناجحه في بلديه المحموديه وهي من على مستوى العراق، هو الفرز، هو فرز النفايات. اليوم انا عندي 100% من افرز النفايات اخذ 35% مواد مفروزه. المواد العضويه احولها الى سماد عضوي. صحيح، موجوده السماد العضوي. صحيح. السماد العضوي يبقى عندي ما يقارب تقريبا 40% 45% او اقل من هذا الرقم، اني احوله للمطمر. وين ينطمر؟ ينطمر بخليه طمر نظاميه على شكل طبقات معزوله عن المياه الجوفيه، مستخدمينها طبعا معالجه غاز الميثان، معالجه السوائل، هذا كله. هذا كله احنا اليوم بلديات بغداد، هذا التجربه احنا. تقول لي شنو اللي الحاجات الملحه والمشاريع؟ اقول لك معامل فرز النفايات ومطامر صحيه. زين، اكو عندكم هيك معامل في بغداد لو هاي الوحيده؟ في والله هذا الوحيد اللي عندنا بلديات. ممكن يكون في العراق لو هو تقريبا هسه المعمل الاول كان في العراق، لكن اكو المحافظات بدت يعني تبدي انه انشاء هيك معامل. يعني اكو هيك امكانيه؟ اي نعم، واكو معمل كان باربيل، يمكن كردستان اكو معمل باربيل. تحدثنا قبل قليل على الاملاك اللي قلت راح اتحدث به، الاملاك اللي تابعه للبلديه. نعم، داخل حدود البلديه اكو املاك اللي هي العائده للبلديه طبعا. الاملاك اكو املاك يعني مستاجره، تقوم البلديه باجراء مزايدات علنيه لايجارها طبعا لمده، اكو ايجار مؤقت حسب قانون ايجار املاك البلديه. هو اكو املاك مستحدثه اللي هي مثلا ممكن يتقدم لها المواطن. احنا نحكي على الايجار المؤقت. الايجار المؤقت اللي اجر المواطن مساحه وقوف من انشاء سوق، اكشاك، وكان هم بالنسبه للاكشاك اكو توجيه كان من الامانه العامه لمجلس الوزراء انه للعاطلين عن العمل ايجاد فرصه هي من ايجار الاكشاك، وبالفعل جتنا يعني عده طلبات من عاطلين عن العمل وتوفر لهم اكشاك في اطراف بغداد. هذا الايجار المؤقت. احنا من خلال قناتكم يعني التطوير المدن ياتي عن طريق الاستثمار. صح. الاستثمار كلش خجول وضعيف في اطراف بغداد، تعرف الاستثمار كله متوجه على الامانه، داخل حدود الامانه، داخل احتمال يعني داخل مراكز المحافظات هم اكو استثمار، لكن احنا اليوم من نخلق فرص استثماريه راح تخلق فرص عمل، تطور المدينه. استاذ احمد سؤال. نعم. ايش القيعان مالتكم؟ نعم. بامكانك اسوي شلون مال بسمايه؟ نعم. اجيب مستثمرين وابدا اسوي هاي العمارات اللي نعم. شلون كان هو المشروع 10 في 10. نعم. واعمل على هكذا مشروع. نعم. حتى يعني اعتقد وارداتها للبلديه وانت الجهه المنفذه الاولى. نعم. عندنا تجارب ناجحه بهذا الموضوع اللي هي بمدينه ابو غريب. اكو شركات نجمه بغداد والشركات الاخرى اخذت اراضي تابعه للبلديه وعلى قانون الاستثمار وبقت باسم البلديه، وهي تصير لها استثمار فتره خلال فتره معينه يكمل الاستثمار ويصير انه العائديه ترجع للبلديه. نعم تبقى، لا بعد هي يصير استثمار، يصير شراء للمواطن، يستملك المواطن. نعم. ومبالغ معينه ولها البلديه. هو قانون الاستثمار ترى هو نوجد شنو؟ نوجد لتوفير حل او ايجاد حل سكن. سكن تمام. انا اليوم يعني من انطي للبلديه، من البلديه تنطي الارض مالتها والمستثمر يبني وياخذ فلوس العمل بس الانشاء البيوت السكنيه، وهسه موجوده ابو غريب رغم انه الاستثمار حاليا يعني هم يكون يعني حتى من خلال صار انه المبالغ السكن اغلى من الموجود. صحيح. وهذا طبعا مو حل صار يعني. صحيح. فاحنا نتمنى انه يكون المبالغ تكون يعني كمواطن يعني اليوم اتكلم لك تكون، لان الاراضي احنا بدنا نوفر اراضي حقيقه وعندنا فرص استثماريه يعني لو اكو شركات عالميه او شركات حتى شركات محليه تقوم بالاستثمار هم راح ايجاد حل. مو مشكله استاذ احمد. نعم. هسه احنا راح نفتح باب
موضوع للنقاش. نعم. يعني هي القضية مو سهلة، قضية للأسف أنا برأيي وجهة نظري أصبح هي عملية غسيل أموال. بدل ما أروح أدزهم برا، خلي أخذ لي فد كذا منطقة أشتريها بأموالي أنا. نعم. كأشتغل بغسيل أموال، مو أنا يعني أي شخص بعد. فهذا صارت عملية تجارة. نعم. العقار أصبح أغلى من دبي، هسه الناس يقول مستحيل، لا لا أصبح أغلى من دبي، هاي وفق دراسات. المتر ما أصبح أسب أي منطقة، المتر من 1.5 مليون ما فوق. نعم. فأنا كمواطن وأنت كمواطن ما نقدر نشتري هذا المبلغ. نعم. وتروح الشقق اللي موجودة بالمنصور، مطار بغداد، مطار المثنى، كله 30 دفتر و40 دفتر وأكثر وأكثر، صح لو لا؟ صح. دكتور شلون نشتري؟ دكتور أنت اليوم تقول لي بغداد اسعارها صارت توازي او تتنافس ويا اسعار باقي الدول. اليوم وقف الاستثمار داخل بغداد، وقف الاستثمار المجمعة السكنية، سوي الاستثمار بالاطراف خارج. صحيح. صار عندي توازن فعلا. انا اليوم ارض اوفر لك اياها، عندي اراضي خارج حدود امانه بغداد. امانه بغداد يعني اليوم حتى رجعت للاراضي اللي داخل اللي ممكن انه يعني ممكن اسويها خدمات. تمام. سويتها مجمعات سكنيه. صحيح. انا عندي اطراف بغداد، اليوم انا اتكلم عن اطراف بغداد، مساحات واسعه سوي بيها سكن، طورت مدينه. صحيح. خلقت فرص عمل. صحيح. قللت من الازدحام. قللت من اللود اللي على مو بس مدن سكنية، حتى مدن خلينا نقول مدن خدمات، مدن حكومية. أكيد هي دوائر الدولة هناك راح تصير فروع لها، حتى ما يحتاج يجي المركز، وأصلا تقليل الزخم في داخل العاصمة. يعني أنا بدال ما أسوي بشارع واحد 10 مولات، دخل أسوي بأطراف بغداد، أسوي لي بطريقة اللي مداخل بغداد. صحيح. أسوي لي يعني هسه طبعا هم راح إن شاء الله راح يصير خلال سنتين راح تكمل مداخل بغداد، مداخل طبعا بصورة حضارية ونظامية. اليوم راح يصير الطريق من المحمودية لبغداد، من أبو غريب لبغداد، من منطقة الزهور الحسينية لبغداد، من طريق الكوت ناحية الوحدة أو مجمع بسماي. هذا من أسوي مجمعات وأخلي الاستثمار خارج بغداد. اليوم راح أنا خلقت يعني عدة نقاط إيجابية. صحيح. نعم. هذا أعتقد هو هذا الموضوع اتجهتوا أنتم باتجاه تطوير بعض المناطق خارج العاصمة. نعم. من ضمن مهامكم. نعم. اللي هي مدينة علي الوردي بالنهروان. نعم. وكذلك مدينة الطارق. نعم. نعم. يعني بديتوا خطة لتوزيع الأراضي حسب ما سمعت. أستاذ إحنا كل 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 مشروع بأكو يعني عدة أمور لازم متطلبات. يعني اليوم عندنا مدينتين هي بتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء وبإشراف وزارة البلديات والسيد محافظ بغداد، اللي هي مدينتين، مدينة الطارق السكنية اللي هي تابعة إلى بلدية إن شاء الله يعني تكون داخل بلدية النصر والسلام في قضاء أبو غريب، ومدينة علي الوردي اللي هي في ناحية النهروان. هذا 8000 دونم إلى هاي 5500 دونم، يعني إن شاء الله يعني تقريبا 25000 قطعة وبوحدة 11000 قطعة. هاي قطع أراضي سكنية. إحنا اليوم فاتحنا طبعا موافقات وزارة العقارات الدولة، تصميم كمل التصميم كتصميم مدينة، تصادق من السيدة الوزيرة البلديات. حاليا الموضوع يم عقارات الدولة لغرض تحويل عقارات التحويل ملكية إلى البلدية. جنس له تحويل ملكية ما بعدها يرفع للسيد رئيس الوزراء لغرض إيجاد مطور. هذا كان التوجه العمل به، إيجاد مطور لغرض توفير البنية التحتية وتوزيع الأراضي السكنية بأسعار مناسبة للمواطن أو كن يعني مجانية حسب الفئات. يعني باتجاه البناء العمودي. سأل هي كل مدينة، احنا ضمن التصميم الأساس مالتنا كل بلدية أكو أراضي مخصصة للبناء العمودي، لكن تقول لي البناء العمودي بالأطراف ان المواطن ما يتجه. اي لان يقول لك ماكو خدمات. لا مو بس خدمات كدوله وزاره. اي يعني انا اليوم مستثمر مو تجي اليوم على على الخدمات على العمل بالبناء العمودي،
اكو رغبه. صحيح. اكو رغبه من المستثمر نفسه واكو رغبه من المواطن. بس خب بس ماي. اي. هسه نجيب مثال بس ماي ايش قد تبعد عن مركز المدينه؟ نعم. مو قليله. نعم. بعد عن تخليتها بابو غريب مثلا او او مثلا منطقه علي الوردي بالنهروان، هم ترى المسافه صح نهروان ابعد لكن المسافه ممكن هسه بس ماي من يصير هسه الطريق المدخل. اي. بس ماي تجربه ناجحه. صحيح بس المدخل لحد ما كان. لا ان شاء الله راح يكمل لان احنا اليوم قلت لك المشروع يعني وزاره الاستثمار ضمن مهامكم؟ لا هذا اللي مو هي المداخل توزعت. استاذ المداخل توزعت قسم ضمن محافظه بغداد مديريه الطرق والجسور بغداد وضمن توزعت بيننا وبين وزاره الاسكان. مثل مدخل بسمايه جزء من عنده على وزاره الاسكان اللي هو من الرستميه الى حدود ناحيه الوحده. هذا اذا كمل بخمس مجسرات يعني هو بعد هو مو يعني اختصاص طرق والجسور لكن هذا اذا صار اليوم انا ادخل بشارع سريع 10 دقائق داخل وهذا اذا طبق نفس المشروع بمداخل مداخل الخمسه مال بغداد واسوي مجمعات سكنيه داخل حدود البلديات وخارج حدود البلديات على المداخل انا حليت مشكله ورفعت الزخم المروري داخل بغداد. يعني هسه مبدئيا اللي اعرفه منك مو بالضروره يكون في النهروان كذا ان يكون بناء عمودي. نعم يعني هو اكو استثمار هسه احنا اللي بالمشروع الاستثماري اللي ببغرب بناء افقي ونجح نجاح وعليه رغبه كبيره يعني من المواطن. منو صاحب منو اللي يقدر يستفاد من هذه القطاع؟ المشروع الاستثماري يقدمون عليه يعني اكو هم يفتحون منافذ شراء مباشر. شراء مباشر نعم. شراء مباشر نعم. وهذا المناطق اللي توزع مثلا نسبه للشهداء نسبه لكذا نسبه لكذا قصدك قطع الموظفين قطع الاراضي؟ اي قطع الاراضي. شلون انا اقدر استلم انا كموظف يعني هسه يقول لك انا خدمتي 40 و30 نعم. سنه نعم. واجي بالاخير اطلع من وزارتي ما نعم. كل شيء ما التعليمات اللي تخص توزيع الفئات المشموله اللي تخص استحقاقهم للاراضي هي عده فئات اللي هي فئات الشهداء الجرحى الموظفين بصوره عامه عده فئات. تقول لي بغداد ايش قد مقدمين بيها؟ اقول لك فوق المليونين طلب وهذا يعني رقم يعني صحيح. رغم يعني احنا نعاني من عندها مشكله كبيره يعني انه اليوم الحل ايجاد اراضي، الحل اتوسع بالبلديه، توسعنا زين اني من اتوسع لازم زين اتواجه ويا مشكله عقارات الدوله ومشكله استملاك الاراضي ومشكله طبعا احنا من نحكي نقول مشكله لكن احنا نشتغل بها عندنا يعني عده بلديات فرزت وبدها تشتغل لكن تقول لي غطي هاي الاعداد اقول لك مستقبلا يعني يراد له وقت يعني حسن نهروان حسب ما شاهدت قبل فتره جيت بالطريق نعم يعني اراضي شاسعه وفارغه هي كلها تابعه للبلديه داخل اللي داخل حدود البلديه هاي تابعه للبلديه والحساد كل الاراضي بالعراق هي تابعه لوزاره الماليه اللي من تدخل داخل حدود البلديه صارت ارض البلديه ممكن اسويها افرزها وادخلها تصميم اسوي منطقه سكنيه اسوي منطقه خضراء مناطق خدمات هاي انا اقدر اسوي والقطع الاراضي اللي خارج حدود لا عفوا اللي جنسها زراعي هنا هنا مشكله طبعا الاراضي الزراعيه اللي هي انه قلت لك انه اكو عقود زراعيه لحد الان هي دخلت اراضي ضمن التوسع دخلت داخل حدود البلديه لكن انا ما اقدر اسوي ايش كبناء دخلت لا العفو دخلت للتوسع اي للتسوق للتوسع لكن انا التوسع انه انا اقدر انه اشمل لكن انا ما مستملكها لحد الان انا ادخل بدوره انه انا لازم اخذ عقارات الدوله واكو لجنه مشتركه واكو وزاره الزراعه ولازم انه انتفاء الحصه الماليه بالاضافه الى اكو بها مشاريع زراعيه. هاي كلها لازم تنتهي يلا اقدر اني ادخل بموضوع التوزيع الاراضي السكنية. سؤالي كمختص نعم. انت مع تحويل الجنس الزراعي الى سكني؟ حسب احنا اكو دائره اسمها مديريه التخطيط العمراني، طبعا مديريه التخطيط العمراني العامه اللي هي بوزاره البلديات. ومديريه التخطيط العمراني بكل محافظه، احنا مديريه التخطيط العمراني محافظه بغداد ترفع لها طبعا هي جهه مختصه ترفع لها الاراضي وعلى ضوء هذا جنس الارض تتوافق عليها، اكو وزاره الزراعه لها راي بها واكو لجنه عليا يعني انه تحدد هاي الاراضي هل هي
تتحول الى سكنيه او تتحول الى مشروع استثماري. اليوم انا وزاره الزراعه مسؤول عن اراضي زراعيه، لازم انه انا اليوم ما اقدر انه يعني كل من الى اختصاصه والى عمله. اكو مناطق بها حصه مائيه، يعني بها فلاح دا يشتغل، فهذا انا من احولها لكن انا مع انه ايجاد مدن جديده، وطبعا هذا توجه هسه اللي جانا التعليمات من وزاره البلديات، ايجاد مدن جديده حتى تكون مو الا مجاوره لحدود البلديه. هذا مدن جديده اللي نقدر نفرز بها اراضي، وطبعا بعد اخذ موافقات عقارات الدوله استملاكاتها بصوره صحيحه وضمن الموافقات للجهات المختصه. مشروع داري. مشروع داري هو مشروع اللي قدم المواطن عن طريق النافذه الالكترونيه. ما زالت مفتوحه؟ قدموا المواطنين يعني لحد الان احنا تجينا طلبات اللي مقدمين عليها. الاراضي البلديات اكو توجيه من مجلس الامانه العامه لمجلس الوزراء انه كل بلديه ضمن 16 بلديه اللي هي اطراف بغداد لايجاد اراضي لتوزيعها ان شاء الله. لقيته ولا ما لقيته؟ والله كل بلديه حسب اللي عندها يعني. وان شاء الله دا يشتغلون على هذا الموضوع يعني. مع احترام يعني هذا المشروع كان مدروس من ينفتح مشروع بوابه. نعم. يكون مشروع داري. مفروض اكو ارضيه مهدها. نعم. كامله يلا ابدي بالمشروع. هل يعني انت مثل ما تفضلت مليونين شخص على الاقل. نعم. اللي هم قدموا معاملات. نعم. لشراء السك يعني تخصيص الاراضي. نعم. او استحصال. نعم. الاراضي. وفعلا ترى يعني هذا الانفجار السكاني ما كانت محسوبه له. نعم. فماكو تطور جديد، ماكو مثل ما تفضلت توسع عمراني كبير. فانتم هاي المصدي العالي اللي واجهكم هو السبب عدم وجود تخطيط. المفروض انا من اقدم الى مشروع داري هو من امان العام المجلس الوزراء، هسه انت مالك علاقه، هسه انت مسؤول بدارتك. نعم. هذا على مسؤوليتي. نعم. يا امان العام المجلس الوزراء، من اخطط على اي مشروع كان المفروض ان اهيئ الارضيه الخصبه حتى ابني هاي، حتى اوسع البناء، حتى انطي للناس اللي راح تقدم. انا مو راح اصير على جهه معينه، هذا راح يدخل في عمليه الابتزاز والفساد الاداري. ليش الناس هاي استلمت واحنا ما استلمنا؟ وهذا من حق المواطن. نعم. يعرف كل زين، بس مدينه الصدر الى 7 يمكن مليون اعتقد صار. نعم. عددهم من 4 مليون الى 5 مليون نسمه. هذا اذا طلع هم كل خمس عوائل بيت واحد 144 متر. نعم. لو تطلع في يحتاج لنا الى خمس اماكن بمساحه مدينه الصدر حتى تكفي العوائل. نعم. تمام. لو هذا يعني تقييم مبدئي. نعم. في يحتاج لنا مساحه أوز. الله يكون بعونكم. يعني اعتقد داري عبء عليكم اصبح. استاذ هو داري المشروع يعني حقيقه اجى لضروره يعني طلب يعني المواطن. صح. اليوم انا المواطن اني احنا كل 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 واحد بينا بالعراق يعني الهمه شاغل الى ان يموت هو قطعه الارض والسكن. هذا وطن اليه يعتبر. هو يعتبر وطن. صحيح. لا احنا مثلا الحلول يعني كل الدول عالجتها مثلا عن طريق البناء العمودي، عالجتها بايجاد، وهو كل دوله طبعا تحدد اكو نسب واكو دراسات عدد النمو السكاني خلال كذا فتره، انا لازم اوفر كذا سكن، لازم ايجاد هذا طبعا يرافقه مثل ما تفضلت توفير الارض. صحيح. استملاك الارض. هاي طبعا مشاكل البلديه يرافقه ايجاد بنيه تحتيه هاي المناطق. طبعا اليوم من اسوي طبعا التوجه انه هذا اللي حكينا عليها اللي المدن كان الحل اللي هو طبعا هو حل اللي اغلب الدول اللي سوته ايجاد مطورين. صحيح. المطور هو الشخص او الجهه العفو هو الجهه اللي تاخذ الارض من الدوله وتحولها الى مدينه. انا اليوم بدل ما عندي 16 مدينه 16 مدينه دا في خلي نقول 16 بلديه باطراف بغداد، خلي اسوي مدن جديده اوفر لها بنيه تحتيه غير هاي المناطق. هاي المناطق هم بدت يعني لو تجي هم عندنا مشاكل يعني هم داخل انه بدت يعني العدد السكان مالته هم بدا اكو يعني اكو نزح من خارج من المحافظات البغداد يجي بالاطراف او داخل حدود اللي يوم يطلع الأطراف. وهذا شيء ايجابي طبعا احنا بالنسبه وهذه انعكاسات استاذ احمد ايجابيه على كل مستوى الاعمال. نعم. العامل يشتغل، اللباخ يشتغل. نعم. عندك اصحاب الانشائيات تشتغل، اصحاب السيارات تعمل،
الناس تبدي اكو تحس اكو امل للحياه. نعم. في مدينه بغداد لا يكون بهذا الكثافه السكاني في داخل بغداد. داخل بغداد تشوف 24 ساعه الشوارع مزدحمه كبير بشكل كبير. نعم. تشوف الاطراف من تطلع حسيت من بغداد الى محافظه نجف كربلاء للزياره. نعم. تشوف على مد البصر انت ماشي هي ظلمه بالليل. نعم. فلو كانت هناك مدن طبعا استاذ هو هذا النقطه المهمه ولو هو يعني موضوع هو موضوع يعني سياسه عامه بالبلد انه الطرق من اجل ايجاد وسائل نقل او طرق حديثه اليوم انا تقول لي مدن متطوره اقول لك وفر لي صح. وفر لي طريق مواصفات عاليه وفر لي ايجاد يعني وفر لي وسائل نقل حديثه وسريعه اليوم انا ما عندي مشكله وين اسكن مركز بغداد ما انا محتاجه يعني انا اليوم اقعد باطراف بغداد اقعد بالسنتر واني انا اطلع الصبح واوصل بطريق يوصلني بعشر دقائق صحيح ما عندي مشكله بالعكس مبالغ اقل توفير خدمات بصوره صحيحه وابني حديثه ابني حديث هي هاي المشكله طبعا مثل الاخوان بالمرور العامه طبعا هي رساله للاخوان بالمرور العامه يعني قضيه الهزاز يعني هواي ناس هواي امتعاض من العالم قضيه الهزاز هزاز اللي هي تشيك السياره من تريد تحول سنويه او تبيع يقول لك انت شطيتني من الشوارع شطيتني من خدمات من اروح هي إيه داية طسات هذا مستشفى شيخ زايد هذا كم متر تشوفه كله طسات وهو مستشفى اللي بصفه يعني هذا اللي عنده قلب سكري اللي عنده تكسر بالعظام اللي بين الحياه والموت اعتقد يوصل ميت على هالطسات والمطبات هو شارع مهم وحيوي كل المسؤولين تعبر من هذا الشارع سبحان الله خاصه ابناء المنطقه المحرومه اللي هم شرق القناه واللي صاروا مسؤولين يفوتون من هذا الشارع ما شفتوا يعني وجهه نظر الى مديريه المرور العامه باعاده هذا القرار كون اكو امتعاض كبير من الناس ومن حقهم يقول لك اعطيني شارع مبلط نظيف انا اعطيك سيارتي امينه وسياره ما بيها مشاكل ولا صدرها قايم ولا جاي بها دبلاتها ولا يعني هاي مشكله ان ردت ان تطاح فامر بالمستطاع على العموم اخير اجابه استاذ احمد اجازات البناء عاد طلع اجازه بناء شلون؟ عندنا شعبه تنظيم المدن اللي هي تابعه الى مديريه البلديه ومرتبطه بشعبه تنظيم المدن في مديريه بلديات بغداد، طبعا يقدم المواطن اي مواطن يقدم في المديريه نفسها بالاطراف خلينا نقول اي بلديه يقدم طلب يصير كشف على الارض وسند هو باسمه ويقدم طلب واحنا هوايه نقدم يعني اكو عندنا موقف دا يجينا 100 متر فوق؟ نعم 100 متر ده نطي بال 200 بالقطعه نفسها ويصير مرات بها انه يعني مشترك احسنت استاذ احمد انا اعتذر وقت البرنامج خلص شكرا لك استاذ المهندس احمد محمد تركي معاون فني مدير لمديريه بلديات بغداد شكرا على كل الاجابات وشكرا لسعاده الصدر وشكرا لحضورك شكرا دكتور شكرا استاذ احمد اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج شكرا استاذ ياسر القريشي مدير البلديات محافظه بغداد هذا الرجل متعاون دائما شكرا انه بعث لنا بهذا الرجل الكيس الاستاذ احمد وعلى اجاباته المهنيه واعتقد ما خفت على اي مواطن صارت المعلومه واضحه ان شاء الله نكون نصور في دائرتهم عن قريب ان شاء الله لاطلاع اشكل ميداني وياكم ان شاء الله الله يحفظك استاذ احمد في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج وانا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي في امان الله وحفظه